نتائج الانتخابات المؤقتة الآن بين أيدي السيد رئيس وأعضاء المجلس الدستوري المعول عليه بأن يصحح الأخطاء ويعالج مختلف الاختلالات التي شابت الاستحقاق الانتخابي الذي نظم يوم 12 من شهر جوان الجاري. المجلس الدستوري معول عليه على أن يمارس مهامه وصلاحيته كاملة غير منقوصة لعلاج مختلف الاختلالات وتصحيح الأخطاء المسجلة، وهذا من صميم صلاحيته، وهذا ما ننتظره منه. نحن كحزب نطلب السلطات العمومية بالتحرك بحزم في يعني التصدي لمثل هذه الإساءات اللي جرمها الدستور واللي جرمها قوانين الجمهورية، سواء ما تعلق بقانون المجاهد أو الشهيد أو القوانين والمواد الأخرى التي تتعلق بالمساس برموز الدولة الجزائرية. فيكفي من هذا التطاول، ويكفي من هذه المحاولات التي تريد أن تنال من يعني شخصيتنا الوطنية، من وحدة الأمة، ومن يعني الصف الوطني.